الحاجه الاولى اللي نبدو بها اللي هي البيترا اللي تسمى بريشار اللي كيما نقولوا حنايا العجان ينوض الصباح هو قبلنا كاع كاول واحد هو ينوض قبل الناس اللي راحين يخدموا باش كينوضوا يلقوا كرواسون تاعهم ولا بانشوكو تاعهم واجد. حنا في لاباتيسري تاعنا نخدموا كلشي بصح الحاجه الاولى اللي غادي نبدو بها اللي هي كرواسون وبان شوكولا. الحاجه الاولى هنايا في البيترا تاعنا درنا 30 كيلو تاع فرينه. واش راح نزيد لها في ميزك؟ غادي نزيد لها 4 كيلو ورطل تاع سكر. ومن بعد غادي ندير لها 600 غرام تاع ملح. والله غادي نلقط تاع الملح. اوكي ومن بعد الزيت راح نزيد 3 من هادو. بزاف غادي نخلوها تدور شويه ابري نزيدو لها شويه صوالح ما غاديش نخلوها هكا. هنايا كي نهضروا على المقادير ولا امور هي سا ديبون على حساب لا كونتيتي اللي راك باغي تخرجها. هما المقادير باينين تاع كرواسون ولا بان شوكو ولا مي حنايا مربوطين بالعدد ولا كيما نقولوا حنايا بالكميه اللي غادي نخرجوها ولا نبيعوها للناس. هذا هو المومو اللي غادي نزيد فيه الخميره. حنا نقولها خماره غير كيف كيف فاصون غير كيف كيف غير كيف كيف. رانا دايرين واحد الصون شحال ها زكي صاحبي زكي انا دايرين 150 غرام تاع خماره. خبار ما تبقاش. وهذا محسن الخبز هذا غادي نديرو غير 30 غرام ماشي بزاف. بيبي سلام.
هذا عيطوا له بابي كويسون، يتسمى دونك سمو بابي كويسون. هذا نطيبوا فيه نحطوا فوقه لا كرواسون تاعنا ولا بان شوكو بصح شاولا ما يتحركش، نحط فوق البلاط. انا ما فهمت حتى شي لا بابي ولا تيسي، ماني فاهم والو. من بعد ندخلوا في لي ديتاي تاع هذا. النظام في البلا سي تري امبورطون. علاش حنا واش رايحين نديرو في البلا تاعنا؟ رايحين نديرو كات على كات، هكاك سهلنا كيما نقولوا الحساب بعد ما خرجوه من الفرن ونعرفوا واش راهي عندنا ماتيار.